حبي عين رح تفرح معانا الناس، لو كان العمر عمرين ما فرقت معانا يا ناس. وعد المحبي عين رح تفرح معانا الناس، واللي ضميره انعدم رح تخطفه الأيام، يغرق في بحر الندم يفقد معه الإحساس. يا ريت عنا الصبر عالدنيا لما تشوف، ننسى زمان البحر نمشي بطريق النور. يا ريت عنا صبر عالدنيا لما تشوف، ننسى زمان البحر نمشي بطريق النور، ونرجع اللي انكسر نملى سمانا طيور. يا رب صار العمر بده الكفن وردي بحضنه تنام، واللي عصر قلبه الألم، واللي تعب واللي انظلم واللي انكتم واللي انعمل بكرة تشوفه الناس. راحوا يا مراحوا وخالك صار له شيء؟ لا بس قتلهم قتله نهنهن فيها، يا حرام ما عاد يعرفوا الضربه منين عم تجيهم، من خالي لما من عنتون. راحوا على الكركون يعني؟ لا اخذوا خالك على البيت. وليش بقى لا ياخذوا اللي عنده على البيت؟ بده يكفي حسابه معه. يستاهل مش خرجوا، الله لا يقيمهم، لكان لحتى يعرفوا هالكلاب انه اعراض الناس وشرفها ملعبه بين ايديهم. ايه الله لا يقيم الشده عن قلبهم، شفتي يا مو قديش بيحبنا خالي، شفتي؟ والله كلامك طلع مزبوط يا صبري. اسمعي نظمية، أنا كل شي بدر منك، كل شي ساويتيه سكتت عليه وبلعته بجنابي، بس إنه ينجاب سيرتك أنت وبناتك هي ما بتمروا معي بنوب، أنتوا بتضلوا شرفي وعرضي، واللي بجيب سيرتكم بالعاطل بحسب الله ما خلقه ولا خلقكم، فهمتي؟ صدق اللي قال الطفل ما بيطلع من لحم. وين راح سعرورة؟ بيروح مشوار بغد ساعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم اسعد. تفضل. لك شو تفضل ما تفضل عمير معروف، علقانة خناقة طويلة عريضة بالحارة وشغالة بالخناجير. يا لطيف، بين مين ومين؟ بين أبوحمدي وعنتور واثنين شباب. وين هاد الحكي؟ بصعبيتها بده يصير، الله أعلم هدول الشبابين لاطين على بنتها لأمريسي. إيه أنا رايح. امشي لاحق لاحق. يا لطيف يا لطيف، شو صار بالحارة؟ خير خير، شو صار؟ ام فهمي شو صار؟ صار كثير خناقة كبيرة كثير. خير وين وليش؟ بين أبوحمدي وعنتور، هجمونك على الشباب يلي نزعوا سمعتها للصبرية. ايه وشو صار؟ هذا يا ستي شافوا الشباب عم يدوروا نواحي بيت ام تيسير. يا لطيف، لهون وصلت معهم؟ ايه تقبريني، ونظمية والسعدية شافوهم، ويا حرام قتلت لك قتلة صبرية قياما وقعودا. ليه صبرية كانت عم تحكي معهم؟ لا حرام، ما حدا شافها لا صبرية، لا على الباب ولا على الشباك، بس شافوا الشباب انهم عم يدوروا نواحي البيت. ايه وشو صار بيناتهم؟ حدا تأذى بالخناقة؟ أما شو أكلولك قتلة وشحطولك ياهم شحطة الكلاب. أخذوهم على الكراكون ما هيك؟ لا، أبوحمدي أخذهم لعنده على البيت. لعنده على البيت؟ مش بده يتصالح معهم؟ أنو يتصالحوا، أخذهم لعنده على البيت مشان يعني يدقهم قتلة مرتبة. خرجهم، الله لا يقيمهم. داخلين عليكم يا جماعة، والله ما بقى نعيدها. ما بقى تعيدها أنت وياي يا واطي ما هيك؟ بعد لي هيك شوي، وين أبو حمدي؟ غير أبو حمدي شو القصة؟ مين هدول؟ هدول اللي كانوا عم يوسخوا سمعة بنت أختي. لك الله لا يعطيك العافية أنت وياه، شو جابكم لهون ولا؟ احكي يا واطي أنت وياه، احكي لشوف مين اللي دافشكم هي الدفشة الوسخة تبعكم، احكي أحسن ما أطلع بروحك وبروحه. شو عم تحكي عجول؟ شو عم تحكي؟ شو دافشهم ما دافشهم؟ شو الحكي؟ إيه والله يا عمي معروف، في حدا دافشهم هي الدفشة الوسخة مثل حكايته وحكايته. احكي احسن ما اطلع بروحك وبروحه. لا الله وكيلك ما حدا دافشنا، كنا لحالنا هنيك عم نتمشى بس. كذاب يا واطي انت وياه. ولا انا من يومين شفتكم مع ابو عزه وعم يعطيكم مصاري. شو انت شفتهم عم تدور؟ يعني ابو حمدي انا شفتهم وهلا فهمت شو يصير. احكي ولا احكي؟ خلص عمي بحكي، والله بحكي خلص. مزبوط عمي مزبوط، ابو عزه عطانا مصاري وطلب منا انه نجي على الحاره ونوقف ناحيه هذا البيت ونعمل حالنا عم نحكي مع هي البنت. يعني هي البنت ما كانت عم تحكي معكم ولا؟ لا لا الله وكيلك الله وكيلك، لا هي كلها القصة تمثيلية بتمثيلية. ليش عم تعملوا هيك انتم وياها؟ ليش؟ الله وكيلك، أبو عزه قال بده ينزع صيت هالبنت ويخلي الخلايق يحكوا عليها، مش انه هو بكرهها كثير كثير. وانتم سويتوا اللي قلكم عليه الواطي مو هيك؟ لا 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 كنا محتاجين مصاري وهو الله لا الله لا يوفقكم. لك انتم معكم أخلاق، معكم اخوات بنات تخافوا على عرضهم. الله وكيلك المصاري عملت على قلبنا، بس والله العظيم بشرفي ما بقى نعيدها. كذاب ولا؟ ليش عندك شرف انت وياه ولك؟ اسمع انت وياه، هلا بطلعوا من البيت وما عاد بشوف خلقتكم لا بالحاره ولا برات الحاره، ولا بحفر قبرك انت وياه. عمي ابو حمدي لازم ناخذهم على الكراكون. لا هدول حسابي معهم خلاص، هلا بلش حسابي معهم بس. كتر خيرك يا عمي ابو حمدي، كتر خيرك. يلا عمي يلا اطوي، والله ما تشوفوش تم الحاره. روح انت ويا روح. معقول ابو عزو يعمل هيك؟ شو نسيان انه مناسبهم هالواطي؟ لك ينزع سمعة البنت؟ هذا دمه ما راح يصير. لك لوين ابو حمدي لوين؟ يعني قوي يا شباب، لا حول ولا قوة الا بالله. ألف حمد وشكر إلك يا رب، ألف حمد وشكر يلي ما ابتلى خالكن بشي واحد منهم وقتل. خايفة عليه يا عمو؟ بضل أخي لك سعدية، لو شو ما انساه بضل أخي. شفتي يا عمو كيف حط روحه على كفه وهجم عليهم؟ مو أحسن من أبو عزو اللي إجا طلق سعدية بدل ما يوقف معنا؟ ولي على عيونه، ولي على عيونه شو طلع حقير وندلي. يا لطيف يا لطيف شو نزل من عيني، يخرب بيته. قالوا نحن اللي كنا شادين ظهرنا فيه وعلى اساس واقف معنا، بيقوم بيقلب بطنا. اصلا ابو عزو كان داخل علينا على طمع يا عمو. وشو عرفك صبريه؟ مبينه سعديه مبينه، لما ابو عزو عرف انه خالي ما رح يبيع البيت وما قدر ياخذ دكانه ابوكي استغنى عنك. هلا فهمنا الدكانه طمعان فيها، بس شو له مصلحه بالبيت؟ حبيبتي ابو عزو عمل كل جهده لحتى يطلع خالك من الحاره، حتى حكواتي ما بده اياه يشتغل وضل يزن وينق فوق راس امك لحتى راحت اشتكت عليه بالكركون. والله كلامك مزبوط يا صبريه. طيب شو له مصلحه لحتى يعمل هالشي هاد مع خالي؟ ما بعرف يا عمو، اصلا هو الوحيد اللي شهد قدام القاضي ضد خالي، ليش ما حدا من رجال الحاره شافه غير ابو عزو؟ يعني قصدك تقولي انه ابو عزو شهد زور على خالك؟ ايه يا عمو شهد زور وبحطه بزمتي كمان. طيب خنجر خالك اللي انقتل فيه ابوكي، طب من وين اجا؟ من وين اجا؟ حبيبتي مو صعب الواحد يسرق خنجر، بعدين لا تنسي انه ابو عزو كان صاحبه لخالي، مو صعب يغافله ويسرق له خنجر. يعني قصدك انه يكون ايه يا عمو؟ قصدي انه ابو عزو هو اللي قتل ابي، او بيعرف مين اللي قتل ابي. صبريه انت شو عم تحكي؟ طولي بالك وبتشوفي وبتقولي صبريه قالت. يلا تسمحوا لي وين قايمه؟ قاعدين ليش مستعجله؟ تقبريني في عندي ولاده بنروح شق عليها وبدي اشوف شو صار بالحاره وبدي اشوف نظميه كمان. ايه الله يخليكي انت، اذا دريتي اي شيء بخصوص نظميه وبناتها تعالي خبرينا. من عيوني، تكرم عيونك، ان شاء الله ما بتاخر عليكم، برجع وبقول لكم شو صار، سلام عليكم. مع السلامه، الله معك. مفهمي مفهمي، لا تنسي ترجعي تخبرينا. على راسي، سلام عليكم. مع السلامه، الله معك. روحي معه. بالك ابو حمدي، هدي شوي شبنا. تعالك واطي. لا يا خسيس. ولي هذا ابو حمدي. تعال حق الله هدي شوي. تعال تعال. بالك يا ابو حمدي، الرجال مالو بالبيت، هدي شوي. ابو معروف ان شاء الله. بالك يا ابو حمدي. ابو معروف. لا والله ما حدا بيرضاها، اخي مشي معي على الحمام وهنيك بنتفاهم، على حب الله امشي. العمى الصاير ابو حمدي يعرف كل شيء من الشباب، انا لازم ما افتح الباب نوم، والله بيقتلني. ضل مزروع هون وبس يرجع تجي تخبرني دغري. مشي عم يحكي، مشي شرف على الروح، شرف. تفضل تفضل تفضل. لازم اخلص من بيعة البيت اليوم، لازم بيعه لأبو معتز بأقرب وقت. المهم اخلص من ابو حمدي، لكن امتى رح يقدم الظهر؟ امتى؟ ماشي، خلي عنتور واقف يراقبني. ايه شو علي لك عنتور، انت حسابك معي بعدين، بسيطة. وقال لي تيسير انه خالكم كان معصب كثير وفاير دمه، وراح عم بدق الباب على ابو عزو، بس هداك ما رضي يفتح له. لك ليكون خالكم ناوي يقتل ابو عزو. معقول يكون خالي زعل من ابو عزو لان طلقني؟ لك لا، عدتي الثانيه معقوله يعني يروح يقتله كرمال هذا السبب؟ بس اكيد ابو عزو بيكون خابص له شي خبصه. يا عمو هي اكيد الشباب اللي تخانق معهم خالي، الظاهر حاكين شي عن ابو عزو. ليش شو دخل ابو عزو بالشباب؟ ما بعرف، بس لما اخذوهم راح خالي لعند ابو عزو، اكيد لانه حكوا له شيء. يا رب تدفع البلاء بلوقعه، يا رب دخيلك يا رب، انه منين اجتنا هالمصائب؟ طولي بالك يا مو، هدي حالك، الا ما نعرف شو صار. والله انا خايفه على خالكم، خايفه يقوم يبتلي بابو عزو ويرجع على الحبس. خايفه عليه يا مو؟ اذا روحي بتنساني ما بنساكي يا نصمي، انتي وولادي ورحمة الغالي اللي بشوفه الشريكي، واللي كل ما بشوفها بتذكري انا مصدوم وبرد. ما راح احلف لي غير بالايام الحلوة اللي قضيناها مع بعض نحن صغار. ضلوا اخي لك سعدية، يضلوا اخي، بعدين نحن حريمان، ما عنا رجال يحمينا، كنا شادين ظهرنا بأبو عزو تبعك. هي طلقك وما ضل لنا غير خالكم. والله مزبوط كلامك يا مو، وبإذن الله خالي رح يكون قد حاله ورب العالمين ما رح يضره. الله يسمع منك يا صبري، الله يسمع منك. هون أحلى كاس شاي عم يا أبو حمدي، شرف معلم. سلموا. صلي على النبي يا أبو حمدي، مو محرجة تبتلفي لأبو عزو وتفوت على الحبس مرة ثانية. انت بترضاها يجيب سيره بنت اختي ويفضحها بالحاره؟ هذا ابو عزو واحد واطي وخسيس، ومو محرزه تبتلى فيها ابو حمدي. هي طلع بنت اختك خلصتوا منه. شو هالحكي هذا ابو معروف؟ شو بدك يعني مرق له اياها؟ اذا بدي روح فيها شنق ماني مرق له اياها لعن واطي. السلام عليكم. يا بشام تفضل تفضل. شلونك ابو حمدي؟ الحمد لله. شو هالخبرية هي؟ سمعنا انه بتخانق مع الشباب من الحارة الثانية وضاربهم. ايه والله. شو يعني نفسهم هن الشباب اللي ضربتهم هذيك المرة خانقت وياهم؟ ايه نفسهم، بس القدال هالمرة جايين يلطوا ناحية اختي. أعوذ بالله على الحكي يا لطيف، يخرب بيتهم لو وصلت معهم الوطاوة وقلة الأصل، يا عليم الله لو جبتهم لأذبحهم، يخرب بيتهم وصلت معهم لأنه يلطوا له قدام بيت أخته. شو هالحكي هاد؟ أبو حمدي ما قصر فيهم يا أبو شاد، لك يخرب بيتها وشوكلات، هي ما بيعرفوا انه هي بنت الحاره. بعدين صحيح هي ارمله، بس نحن كلياتنا اخواتها باذن الله. الله بحييك يا وشام، والحكي اللي عم تحكيه مو غريب يطلع منك لانك ابو ضاي ومهدد. لا يا ابو حمدي لا، نحن اخوات باذن الله تعالى. مظبوط يا ابو شاب مظبوط، اخوات واعز باذن الله. اصلا الحاره من صغيره لكبيره ربيت على حكاياتها. تذكر هذيك الايام بتذكرها؟ ايه صلى على هذيك الايام يا ابو حمدي، والله نحن اخوات وهي قدام ابو معروف. انا بقول لك انا بعتذر منك عن كل شيء بدر مني، واذا بدك تضل تشتغل حكواتي خليك، انا بلاقي لي رزقه ثانيه مو مشكله. اعوذ بالله يا شباب شو هالحكي هذا؟ انا اعطيتك قول ووعد 30 يوم، صفيان كم يوم وبترجع بتستلم شغلك. ايوه الله يجبر بخاطرك يا ابو حمدي، الله يجبر بخاطرك. انا بعرف اني قسيت عليك كثير يا ابو شباب، وخاصة بقعدتك بالبيت، بس انت رجال وما في شيء بعيدك، مشان هيك انا بعتذر، مشان الله لا تاخذني، بس لاني مضطر كمل. بس لك يا عيني عليكم، هدول هن رجال حارتنا، من يوم يومهم طيبين ومتسامحين وقلبهم على بعض. هيك لكان يا بهيمة عن دور. بعد كل شي عملته معك وقفت مع أبو حمدي. إيه؟ شو عليه؟ أنا بورجيك، أنا لازم أروح شوف أبو أسعد وأنهي الموضوع معه، وبعدين بوشي على الكركوك. العمى بقلبه، وين بيكون راح هذا أبو عزو؟ وقاعد عم يكذب علي ويقول لي راح جوزك صبرية. إيه؟ ماشي يا أبو عزو، وأنت عم تشلي بتحكي عليها؟ لك يا لطيف شو طلعت واطي وخسيس. انت عم تدق الباب ولا بديش؟ ما دامك بالبيت ليش ما فتحت الباب يا ابو عزو؟ ما في شيء كنت نايم. ايوه ابو حمدي بده اياك ضروري. ابو حمدي شو بده مني؟ قال عاوزك كلمتين. بس انا ماني عاوزه، ايش كان مفكر اني رجع سعديه؟ هي بعيده عن اسنانه. لا يا ابو عزو مو مشان هيك. لكان من شان شو؟ ما بعرف، هو قال لي انه بده اياك ضروري. انا رايح لعند المختار، وصلي رجعه ما بتاخر، اذا بده ياني يجي لعندي. ايه وانا راح اقول له هالحكي لابو حمدي. ايه انا ما حطوي. يلا معك. لوين ابو حمدي قاعدي؟ بدي اروح لعند بيت اختي. الله ييسر لك ويكون معك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، مع السلامة. عمي رجعها، نحن قاعدين هون. ان شاء الله. الله معك مع السلامة. بدك ترتاح ابو شاب. الله يكون بعونه هلا ابو حمدي، اللي عم يصير معه مو سهل بنوب. اي والله يا ابو شاب، هلا ابو عزو طلع واحد واطي. هلا ابو عزو معروف عنه، من يوم يومه ما بحب حدا، بس اما انه توصل معه لانه يحكي على بنت عمه بعرضه وشرفها، هذا الحكي مو مقبول بنوب. ما بعرف يا ابو شام، بحس هالزلمه اعلاته فيهم شيء مو طبيعي بنوب. لازم نعرف شو صار مع خالكم يا بنات، لازم نعرف. والله قلبي غليان عليه يا مو، ومين انتي روحي تأكدي؟ لوين بدي روح؟ لوين؟ على الحارة يعني اسأل؟ لا يا مو، لبيت خالي. لا يا شو روح؟ نستنى إلا ما نعرف. قومي افتحي. قولي على عمتي، معقول يكون خالي؟ مستحيل، لا يا مو دخيلك، أنا لما بشوفه لخالي رجلي بترجف. أنا رح أقوم أفتح الباب يا مو. قومي يا مو قومي. مين؟ مين؟ أنا خالي أبو حمدي. أهلين خالي. شلونك خالي؟ الحمد لله خالي. هون؟ إيه هون تفضل. تفضل خالي تفضل. أهلين أخي. شلونك أختي؟ والله منيحة. خالي مع مين كنت عم تتخانق بالحارة؟ مع هالأندالة لطشوكة هذيك المرة، وصلت معهم الوطاوي يجوا على الحارة ويوقفوا ناحية بيتكم. أخي والله نحن ما دخلنا، وكل شيء عم بتسمعوا عن صبرية كذب وتلفيق. بعرف أختي بعرف، وأنا تأكدت من هالشيء. تأكدت؟ وشلون؟ اول شيء بدي اقول لسعديه مبروك انه خلصت من الواضي وبرزه. مبروك؟ انا اتطلقت وعم تقلي مبروك؟ ايه خالي مبروك، لاني انا بالاساس ما كنت راضيان بخطبتك له، لاني بعرفه منيح ابو عزو. ليش ابو عزو شو سوى؟ هذا اوطى رجال شافته عينه، هو اللي عم يشوه سمعه صبريه وسمعتكم. شو عم تحكي انت اخي؟ مثل ما عمل لك اختي. تفضل خالي ارتاح، انا رايحه اساوي لكم قهوه. استريح اخي استريح. ايه خالي احكي لنا عن ابو عزو والشباب. هذا يا خالي اجى عن دوره خبرني انه الشباب واقفين بالحاره. لا بينحلب ولا بينجلب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة خير عمي. عمي معروف، هذا ابو عزو. ايه شو بو انت قبل حاره ما؟ لا يا عمي معروف. ايه ابو عزو وقت دقينا على الباب كان بالبيت نايم. شو هالحكي؟ كان بالبيت؟ ايه يخرب بيته، الدق اللي دقوا عليه أبوحمدي بفيق اهل الحاره كلها قال نايم. مبينه مبينه لك ابو معروف، هذا لما سمع صوت أبوحمدي تخبى وما رضي يفتح له الباب. ايوه قلت لي. وينه عمي أبوحمدي؟ راح على بيت اخته. انا رايح اشوفه. لحظه لحظه، الله يرضى عليك، هي الشغله اللي صارت ممكن ترجع الميله مجاريه بين أبوحمدي واخته. هو ايه مظبوط مظبوط، بس يا عم يا معروف. لا يا عم تورق عود خلاص مع كلام ابو معروف فعلا مثل ما عم يقول عود. لا لا عود عم يعود عود، بجوز الشغله هي ترجع الامور مثل ما كانت بين أبوحمدي واخته. لك هاتوش هاي هاتوش هاي البطل. والله يا عنتور اثبتت انك رجال وابضاي وشهم. اي والله. والشباب اعترفوا وقروا بكل شيء. الله لا يوفقه، كل حد يطلع منه لابو عزو. يخرب بيته من حاله، انه شو هالبني ادم هاد، ما بيملك لا ذره ضمير ولا ذره شرف. لما كنت احكي توقفي ضدي انت وسعديه، ما كنتوا تصدقوني. لك ليش لا يعمل كل هاد؟ بحياتنا ما قصرنا بحقه، طول عمري قله مثل ما بدك ابن عمي وبتأمر ابن عمي. لانه داخل على طمعه سعديه، مش عن الدكان، الحمد لله خلصنا من هيك رجال. انتوا خلصتوا، بس انا لسه ما خلصت. في حساب بيني وبينه ولازم صفي. حساب شو خالي؟ حساب قديم، ورح تعرفوا كل شيء بوقته. بس قربت، بإذن الله قربت. لك عنتور شبك مو على بعضك، مشان الله شبك. لك شحرورة المريض لا نستنى، هذا ابو عزو رح يبيع البيت ويفركها من الحاره، انا لازم خبر عمي أبوحمدي. بده يبيع البيت؟ ايه اخي انا رايح لاح بيت اخته لأبوحمدي، اذا سال عني عمي ام معروف قل له رحت مشوار وراجع. شفت بعينك لك زعلوم؟ شفت كيف بلاط الحمام الجواني مشقق؟ شفت معلم والله معك حق، مشان هيك بتروح لعند ابو احمد البلاط وبتجيبه، ماشي؟ امرك معلم، لا تيجي بدونه. لا اعوذ بالله. روح اضوي. شو شحرور؟ وين راح عنتو؟ وصل مشوار لعند أبوحمدي مشان ابو عزو. ايوه بس ما يكون راح على بيت اخته، هيك قال لي. الله يرضى عليك بدي نفس ارجيله وكاس الشاي. لك يا معلمي بلا هالارجيله والله مشان صدرها. خلاص بلاها انت قلتها، معناته جيب لي كاس الشاي. طيب يا معلمي. لك عنتور عم تحكي معي سيدي؟ ايه عم بحكي معه. خير شو في سيدي؟ شو في؟ هلا بالكركون تعرف شو في. ليش انا شو عامل سيدي؟ خذوا على الكركون لشوف. طول بالك سيدي، ليش كركون؟ شو عامل انا؟ يلا طول بالك شوي. شو عامل انا سيدي؟ وهي خلصت من عنتور. لك انا اللي بده يلعب معي لازم يعرف انه عم يلعب بالنار. لشوف مين رح يطالعك من السجن هالمره يا عنتور، لشوف. لك هدول اربع ذهبات مو قلال، هدول اللي سرقتهم من بيت ابو رياض. صحيح انت ما دخلك بالسرقه، بس انا هيك بيصير فيي اللي بده يعارضني ويوقف ضدي. عقد المحبة يا عين رح تفرح معانا الناس. لو كان العمر عمرين ما فرقت معانا يا ناس. وعقد المحبة يا عين رح تفرح معانا الناس. واللي ضميره انعدم رح تخطفوا الأيام. يغرق في بحر الندم يفقد معه الإحساس. خلي بقلبك أمل وردي بحضن